بنجيب كيلو من فخاد الدجاج بدون عظم وبنعصر عليهم عصرة ليمون وبضيف عليهم عيار معلقة صغيرة من الخل الأبيض وبنرش عليهم رشة سكر صغيرة وعندي هون معلقة صغيرة من الزنجبيل المهروس وكمان معلقة صغيرة من الثوم المهروس ومشان البهارات بضيف معلقة صغيرة من شطة البودرة وبدي ضيف نص معلقة صغيرة من الكركم الناعم وبنفلفلهم بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسود وبما إنه الأكلة هندية فبدنا معلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة مشان النكهة الأصلية ونص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودرة وبحتاج معلقة صغيرة من الثوم البودرة ومشان النكهة الجميلة معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة وبدي معلقتين صغار من بهارات الجرام مسالة اللي فريش اللي طاحنون على إيدي وراح أحط نص معلقة صغيرة من الكمون الناعم وبنزل عليهم علبة من لبن زبادي ومنملح مو مشان شي مشان صحتك يا غالي وخطوة اختيارية رشة صغيرة من ملون طعام طبيعي يكون لونه أحمر وبنحط لهم شغلة المعلقتين كبار من الزيت النباتي وبإيدك الكريمة يا غالي بتسمي بالله وبتدعك ليهم مع بعض كتير منيح وبهيك الجاج صار عندنا جاهز وهذا هو اللون المناسب وبكل بساطة بنغطيهم وبنحطهم بالبراد على الأقل ساعتين وإذا بتتركون لمدة يوم كامل بتاخذوا أفضل نتيجة عندي هون نص كيلو من الطحين وبرش عليه رشة ملح صغيرة وعندي هون معلقة كبيرة من السكر وكمان بحتاج معلقة كبيرة من الخميرة وبنزل عليهم تلت كاسة من اللبن زبادي وبنضيف عليهم المي تدريجيا مع استمرارية العجن وبس تماسكت عنا العجينة ووصلت لهذا القوام الجميل والطري هلا بنسمي بالله وبنضيف عليها معلقة كبيرة من زيت الزيتون وبنبلش عجن وبهيك عجينتنا صارت عنا جاهزة مثل ما انت شايفين يا غوالي هلا بنحطها بزبدية مدهونة بزيت زيتون وبهيك بعد ما غلفنا العجينة كتير منيح هلا صار وقت مشان نتركها بمكان بحرارة الغرفة لمدة ساعة على الأقل مشان تختمر عنا العجينة وتتضاعف حجمها عندي هون لبن زبادي وبسمي بالله وبضيف شوية صغيرة من الكزبرة وبنزل فوق شوية صغيرة من النعناع الأخضر وبنعصر عليهم عصرة ليمون وأهم شيء قرن فلفل حدة ومن البهارات بنزل فوق نص معلقة صغيرة من الكمون وبفلفلهم بربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وبحتاج لنص معلقة صغيرة من الثوم المهروس وبنرش عليهم رشة ملح صغيرة وباستخدام الهاند بلندر بنسمي بالله وبنخلط وهذا هو اللون والقوام اللي نحن عم ندور عليه بجيب مقلاية صغيرة وبحط لها معلقة كبيرة من السمنة مو مشان شي مشان صحتك يا غالي وبنحطها على النار لحتى تحمى عنا وبس حميت عندي السمنة بضيف عليها نص معلقة كبيرة من هريسة الثوم بحركهم مع بعض وعلى سطح نظيف بنسمي بالله ومنرش شوية طحين وبس تضاعف عنا حجم العجينة بنسمي بالله ومنزل على الطحينات ومشان يطلعوا قطع العجينة عنا متساويين بسكينتك لحد يا غالي بتسمي بالله وبتقص لي اياهم مثل البيتزا وهيك بيطلعوا عنا 8 قطع متساويين وكل اللي علينا نعمله انه نقرص العجينة بهذا الشكل وبس ريحنا العجينة شغلت العشر دقائق هلا بنسمي بالله بناخذ العجينة بهذا الشكل وبنفردها بشكل دائري وبس فردناها بهذا الشكل الجميل هلا بنسمي بالله وبنرش عليها شوية مي وبندهنهم بهذا الشكل وعلى السريع بنحملها بهذا الشكل وبنحطها على صاجة حامية وبس عطتنا هي النفشة الجميلة هلا بنسمي بالله وبنقلبها بهذا الشكل يا غوالي شوفوا على هاللون بسم الله ما شاء الله وهلا بس اخذت هذا اللون الجميل بنسمي بالله وبنحطه فوق اخواته وبندهنها بالسمنه والثوم اللي عملناهم وبعد ما مر عليهم شغله 3 ساعات هلا بسمي بالله بمسك بخاذ الدجاج هيك وبشكهم بالسيخ وبشكينا دجاج التندوري يا غوالي هلا بنسمي بالله وبنحطه على الفحم وبنتركه على نار هاديه كل وش بياخذ شغله 7 دقائق لحتى يستوي وبالمناسبه دجاج التندوري اصوله انه ينعمل بفرن التنور لكن انا عم بسويه على الفحم عشان ياخذ نكهه الفحم الطيبه وهي اقرب طريقه لفرن التنور لكن كاكر اكيد انكم تعملوه بالمقلايه او بالفرن وبهيك يا غوالي التندوري صار عندنا جاهز شوفوا على هالمنظر بسم الله ما شاء الله وهلا بنجيب خبز النان الطري والظريف وبنسمي بالله وبنحطه بهذا الشكل يا غوالي وبنبلش نسحب من السياخ وهلا يا غوالي صار الوقت مشان ندوق مشان هيك اول شيء بنيجي على خبز النان الظريف شوفوا على هالخبز بسم الله ما شاء الله شايفين على هالطراوه بنسمي بالله بناخذ لنا هيك شقفه خبزه وبنيجي على طول لعن دجاج التندوري شوفوا على هالدجاج يا غوالي من اسمه بهذا الشكل شايفين على هالطراوة يا سلام يا سلام والسبب انه حطينا له اللبن اللبن بيعطيه طراوة جدا خرافية شوفوا على هاللقمة شايفين يا سلام الله 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 هلا بنقول بسم الله يا كريم بندوق بسم الله 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 فعلا يا غوالي عدنه جاية تازة من الهند شي خرافي على الآخر عن جد واحدة من التتبيلات الجميلة جدا للجاج بس بدها لقمة تانية مو مشان شي مشان صحتي يا غوالي فبنيجي هيك بناخذنا هاي قطعة الدجاج بهذا الشكل يا غوالي وبنيجي لوين لعند هذا الصوص الرهيب اللي عملناه وبنغمس بهذا الشكل وهلا بنقول بسم الله يا كريم وبندوق بسم الله